الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية والتي تتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس. الطاقات المتجددة هي بدائل مثالية للوقود الأحفوري في توليد الكهرباء. يتم استخدام الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الفلتوضوئية التي تمتص حرارة الشمس. وطاقة الرياح هي الطاقة المستخرجة من الطاقة الحركية للرياح بواسطة استخدام عنفات الرياح. وطاقة المياه هي الطاقة المستمدة من حركة المياه. والهدف من الطاقة المتجددة هي حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة. المياه، الرياح والشمس من نعم الله التي سخرها الله للإنسان. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.